سعد لي مساكم حبايبي، كيفكم؟ طمنوا عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اول شيء ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك لانه اللايك بيرفع الفيديو. ان شاء الله اليوم حنعمل مع بعض مناقيش او معجنات. ناس تقولها مناقيش، ناس تقولها معجنات. ان شاء الله نعمل مناقيش باللحمه، ونعمل مناقيش بالبصل، ونعمل مناقيش بالجبنه، ونعمل مناقيش بالزعتر. انا معايا هنا كريات دقيق، طبعا نخلتهم، نخلتهم منيح. اول شيء هنحط عليهم نص معلقه ملح، نحط عليهم معلقه سكر كبيره، انا بحب السكر مع الطحين مع العجين بيحمر وجهه. طبعا الخميره نحط معلقتين، الكيس معلقه، نحط معلقتين خميره لان الدنيا ساقعه، معلقه واحده مش راح تخمره. انا بحب اضيف عليه، هنقلبه مع بعضه، احب احط على العجين حليب. بسم الله ما شاء الله، هنقلبهم مع بعض. احط كوبايه ميه، ان شاء الله بتفور عشان تعرف ان لما تعرف الخميرة منيحة. شوفي كيف بتفور، هيك معناته الخميرة منيحة. طبعا حط المية، كترش مية عشان نظبط العجينة. نحركهم مع بعض. طبعا نحط حليب، الحليب يعني مش شرط، حسب رغبتك، بس انا احبه معاه. طبعا نحط زيت، فنجان قهوة يعني تقريبا زيت، هنبدأ نعجن فيها. بسم الله ما شاء الله، احنا هنا خلصناه معاكم ان شاء الله. شوفوا، تعرف العجينة صارت منيحة لما ما عادش تلزق على ايدك. طبعا هنلفهم، هنغطيهم بكيس، لازم نغطيهم بكيس وندفيهم لانه احنا بالشتاء عشان تخمر بسرعه. طبعا في ناس كتير ما تعرف كيف تلف العجينه اهو. نقلبها ونغطيها، نتركها تخمر. احنا تركنا العجينة تخمر، قلنا نستغل الفرصة. شوف راح نعمل، شو راح نعمل. طبعا احنا هنعمل مناقيش البصل. حطيت شي بسيط من الزيت، ما كترت زيت، هندبله شوية على النار. لازم البصل يتدبل على النار شوية. طبعا انا عملته فرمته فرم ناعم كتير، هندبلهم شوية، ما كترنا زيت، هندبلهم تلبين. تلبين بس. طبعا انا اخذت بصل عشان ما اطولش عليكم. هنا دبلنا البصله، هننزل عليها بالفلفل الاحمر المطحون، طبعا متخلط حلو على حر، حامي على بارد. هنحط عليه طبعا هنا معايا معلقه كمون، ومعلقه سبع بهارات، ومعلقه صغيره من الملح. حطهم عليهم شويه، هندبلهم، نرجع على النار. البصله بس ندبلها تلبين. البصله جاهزه معانا ان شاء الله. ريحه مناقيش البصل، جربوها يعني طعمها ان شاء الله تحفه والله. اللي ما جربهاش يجربها والله. طبعا خلصنا البصل، رح نعمل الزعتر. الزعتر طبعا نحط عليه زيت، نحط
خلصنا الزعتر. نحطه على جنب. لسه بدنا نجهز لما نلاقيش اللحمة. أنا بشرت هنا ثلاث بصلات نعمتن، وبشرت كمان بندورة. بنبشر نعمتن منيح طبعا، واللحمة المفرومة. حط سبع بهارات، بهار اللحمة وكمون وملح، وفيك تحطي قرفة طبعا. نقلبهم مع بعض. هيك بعد ما قلبناهن مع بعض نحط عليهم، نحطهم بالبراد. طبعا معنا هنا الجبنة الموزاريلا اللي رح نعمل فيها المناقيش. طبعا بسم الله ما شاء الله عجينتنا خبرت ما شاء الله. هنبدأ نقرصها مع بعض. هنقرص معاكم واحدة تنتين. طبعا هنا قرصنا عجينتنا وراح نغطي عليها نتركها ترتاح ربع ساعة. طبعا هون بعد ما تركناها ربع ساعة يرتاحوا نبدأ نعمل فيهم، نتركهم شوية كمان. طبعا هعمل معاكم طبعا الشرشف هذا نضيف عملته مخصوص للعجين. انا نغطي كمان واحدة عشان ما تطولش عليكم. الطحين ما تكتر كثير، نقطة صغيرة بس عشان ما يلزق الرغيف على الطبلية. وهيك خلصنا رق. ان شاء الله رح نبدا مع بعض نحطهم بالفرن. رح سخن الفرن وارجع لكم. طبعا انا سخنت الفرن وجبت الصينيه. احب اعملهم بالصينيه انظف، لان الفرن طبعا نشوي فيه سمك وارضيته ما تبقى نظيفه، فالافضل اعملهم بالصينيه. نعمل الاول ما نلاقيش اللحمه. طبعا نفردها نحطها بالفرن. طبعا نعلي عليها شوي من تحت ونوطي من فوق. طبعا طلعنا واحدة من اللحمة بسم الله ما شاء الله. نعمل واحدة جبنة. طبعا حطينا رغيف اتعملت عليه شوية زيت مش كتير. حط الجبنة موزاريلا، نحط السمسم نحطها بالفرن، نرش على وجه السمسم.
هون كمان طلعنا قشطة الجبنة ما شاء الله. رح نعمل مع بعض من قشطة البصل البصل اللي تبلناه على النار، حطينا له الفلفل الأحمر المطحون والفلفل الحامي. هون طلعنا من قشطة البصل كمان، بسم الله ما شاء الله. ولسه رح نعمل من قشطة الزعتر. وهيك عملنا منقشة الزعتر ما شاء الله. رح نعمل الرغيفين مع بعض بعدين. وهيك عملنا الرغيف ما شاء الله. وهيك حبايبي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله الجاي أحسن وأحسن. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس. باي حبايبي، أنا أقولكم باي وراح أكمل.